الدولي أصدر مؤخرا تقريرا كان خلينا نقول صادم شوية. علاش؟ على خاطر صنف فيه تونس من أشد الدول فقرا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعني أصبحنا كدولة تونسية نصنف من بين الدول الفقيرة. حسب رأيك أنت كمواطن تونسي قلت لي تعيش البرة، علاش وصلنا للحالة المزرية هذه في تونس؟ أنا كمواطن تونسي الفقر ضربنا ياسر ياسر، من بعد الثورة كانت قبل أهون شوية، من بعد الثورة تضرب فقر، يخمموا كاش في رواحهم، يخمموا في الكراسي، الغنوشي، والش اسمه ذاك، الكلهم لسيلة مافيا، يا غنوشي، أنا ريتك 94 متعدي في التلي في التيافا، أنت من أكبر قطعي يا غنوشي، وخاف ربي في البلاد يا غنوشي. يا غنوشي ما عندي ما تعمل لي، عندي 40 سنه في فرنسا يا غنوشي، خاف ربي في البلاد وفي الناس المزواوله، ما تتحاسب عند ربي، ما حليلك في نار اللي تموت، تو تشوف شكون باش يجيك، الباجي قايز السبسي الله يرحمه، شنو اللي هز؟ هز فعله، خاف ربي يا غنوشي، يا حليلك انا ولد بارد وكنت نجي نسكر لك الباب غادي ما مروح، وكان عندك حاجه غدا تعرض لي في المطار. ظهر لي خاطر نبكي ياسر ونشكي ياسر. مي يا دلا بوفوتي كومان. وي. موجود برشا. حسب نفس التقرير خاطر اكثر من 2 مليون تونسي اليوم يعيشوا تحت خط الفقر. وي باسكو اون كونسوم بوكو اون سي با كونسومي. فهمتني؟ نستهلكوا برشا حاجات ما حاجتناش بها. فهمت؟ سو كيفاه احنا ما عندناش لا بترول، عندنا انرجي، انا اون في افيك لساننا وشويه تكنولوجيا وشويه كذب، فهمت؟ سو كيفي انا با دو ماتيير بروميير، الوغ سو كيفي بون ماناش الجزائر ولا ليبيا، احنا تونس، مي اون فا غاني لو ماتش على فان. مش مزال صار كل عام جاي كلها خير خير، كلها كذب في كذب، رغبة يقول لك لا ما نتحالفوش، النهضة أنا تحالف مع قلب أسد، قالتها فما نائبة قالت لا، قالت هذيك لغة سياسية باش ترشح، أما تو كي ترشحنا سي نوال وحباب، هذا حديثة هذا حديثة، ومش نحكي لك راهو قلب واحد معبي 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 برشا برشا ويخسر على تونس، فريمون يخسر، شو قبل كان موجود أما كان مخبي، أما كان الشعب الزوالي عايش. شو باش نقول قبل كان كذا 20 سنه مخبي ومخبي وما كانش نكتشف، كنا عايشين طماطم ب 200 فرنك، البطاطا وين هالبطاطا بالله؟ اللي تونس من اعز نوعيه بطاطا عندنا راهو، الفلاح قبل كان مدعمينه مسكين، تو هاو يحب يكسروه، شنو تفيش تقول لي انت؟ يكسروا في الاقتصاد، يكسر في الفلاحه، يكسر، شوف ما عادش نصدق حتى انسان، حتى قيس سعيد كرئيس دوله توا مسكين راهو، والله مسكين. حتى ولو مختخبين الشعب معناها يفرح واحد من فئة الشعب معناها من المواطنين فرحنا باش نعمل أيام إيران قبل لك المعلم ولا رئيس دولة هو باش وينه مسكين وين مجلس النواب ما يتنحى تولي ترجع صلاحية لرئيس الدولة خلي بلاد تتصلح أهم حاجة صلاحية النواب تتنحى كومبليتمون وترجع رئيس دولة تونس يلزم يحكمها رئيس دولة ويتصرف فيها رئيس دولة يعني تقصد الحكم الرئاسي حكم رئاسي فوالا حكم رئاسي صلاحية تامة لرئيس الدولة هو يتصرف فينا شد الدولي فقرا والله هيك ترجع تشوف تونس شنو معناتها خيراتها وثرواتها أعطانا ربي من كل شيء معناتها ما شاء الله إلا أن احنا منهوبين ثرواتنا منهوبة احنا الأولين في العالم في تصدير الجبس الأولين في العالم في تصدير الرخام الأولين في العالم في تصدير زيت الزيتون أحسن جودة بالنسبة للفوسفات وثالثين في العالم يعني الثروات اللي عندنا لا تحصى ولا تعد هذه ما نحكيش على ثروات فلاحية وغيرها معناتها ثروات كبيرة 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 إلا أنها منهوبة الملح وتشوفوا فيه فرنسا تربح في الملح متاعنا اللي تاخذ فيه بعشرة فرنك وهذه الشعب فاق به بعد الثورة كنا نعرفوه الحكاية هذه تربح في 6000 مليار في العام ربح 6000 مليار في العام فرنسا كيفاش ما نتفقروش احنا بالطبيعة ثرواتنا ماشية لغيرنا كيفاش احنا تحبنا ما نتفقروش وهما يعطيونا قروض يعني بأداءات مشطة كبيرة ياسر 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 خاطر الدينار طايح التونسي توا اللورو طالع بطبيعته واحد هذاك علاش الاقتصاد والبلاد ماهيش رايدة توا شوف فيها من الأحزاب كل واحد يتعاركوا على كراسي وما شيء يعني واضح يساعد وضع البلاد شوف فيه حسب نفس التقرير فإنه اليوم أكثر من 2 مليون تونسي تحت خط الفقر
من قلة التهمش، من اللي يشد البلاصة مثلا في البلاد ما يستحفظش على الوضع في البلاد، ما فماش زيارات فشائية مثلا باش يمشي يشوفها مناطق في ظل تشوف فيها كيفاش عايشة تحت الصفر. كان جيت العباد كلها تخلص في ضرائب نتاعها مثلا واحد وكذا، الدولة راهي لاباس عليها. المنظمة العالمية للشغل صنفت تونس هي أقل وقت في التشغيل 3 كاردور بار جور فونكسيونير يخدم، والقادة السياسيين اللي عاملين روحهم قادة يرسخوا في الرذالة وفي عوض يعطيوا الأمثلة هما في التوقيت والانضباط، هما يعطيوا الأمثلة في الرذالة. كيفاش تحب الشعب ما مشي ولا باش يستقيم؟ إذا أراد الله لقوم سوءا سلط عليهم الجدل وقلة العمل. علاش وصلنا للترتيب هذا؟ لأن قال عليه السلام متى تقوم الساعة، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول متى تقوم الساعة؟ قال إذا سدد الأمر لغير أهله. وأنا نظريتي كتونسي أن الأمر سدد لغير أهلي. كذلك فما يعني سئل الإمام علي، توجه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال عففت فعفت الرعية، وإن رطعت ولو رطعت لرطعت الرعية. هنا الأمر ليس بيد خبراء اقتصاديين لهم مكانة عالمية، وتونس تزخر بالطاقات الاقتصادية التي لها شأن بيع وذراع في المنظومة الاقتصادية العالمية. واحد يؤدي واجباته ويخلص اللي عليه واحدة، تو نولي ونعاونوا بعضنا وكلنا يد واحدة ونعاونوا فهمت السلطة فهمت الكل فهمت ونبعدوا على المشاكل وعلى الجرائم وعلى الفتنة وعلى فهمت، تو نولي من أحسن الدول. يعني برشا مشاكل ساهمت في تدهور الاقتصاد من بينها التهرب الضريبي. بالطبيعة التهرب الضريبي، بالطبيعة التهرب الضريبي ما يخلص كان الفقير، علاش رؤوس الأموال يخلصوا الناس الكل سوا سوا. هذا تصنيف أخلاقي لا يمت إلى الواقع مثيلة، ليس علمي هذا التقييم. بمعنى هناك ما نسميه في علم الاجتماع بثقافة الشيطنة والتخويف من النموذج التونسي، أو شيطنة النموذج التونسي أو الثورة التونسية. أنت كتصنفني كتصنف تونس أشد البلدان فقرا، وكأنك تريد أن تكرس التبعية، وكأن تونس ليس فيها إمكانيات، وكأن تونس غير قادرة على الإقلاع، وهو إحباط للعزائم. العصابة الرأسمالية المتوحشة اللي تاكل الأخضر واليابس وما يماشي المواطن، هاي التنمية ما ثماش، بتعلى برشا فقر، فماش توازن، هذا هو هذاك هو الموجود. مستوى المعيشة غالية، تضخم في البلاد، بتعلى فماش تنمية، برش حاجات مش ماشي. قلة الحكمة السياسية انه الوقت اللي تصير فترة انتقالية يستحيل انه باش يكون المتولي على السلطة يدعو للمحاسبة والقطع الرقاب الى اخره، لان البلاد في الفترة الماضية كانت تخدم تحت منظومة ديكتاتورية ومنظومة تهريب الى اخره. تجي الاغلبية بتاع رؤوس الاموال اللي هي شادة البلاد يحسوا بالخطر ويحسوا بالمحاسبة وقطع الرقاب والسجن، اش باش يعمل؟ باش يهرب الفلوس لبرا، باش تكثر معناها غلق المؤسسات، باش تتفاقم البطالة، باش يقع منها احتكار في مواد معناها الأساسية الغذائية للمواطن، باش تقع عدة أشياء اللي تنجر عليها من بعد تالي التضخم المالي والارتفاع الأسعار والفقر. سيما كوسي نتاعهم بالنسبة للتقرير هذا أو النسبة يعني قربوها حسب التقريب ماهوش إكزاكت. أما صحيح وصل من غلاء المعيشة من ارتفاع الأسعار من كل شيء بيسير ووصلت يعني عنا طبقة الفوق وطبقة لوتا طبقة الوسط قذاوا عليها معاش موجودة، هذاك علاش وصلنا الحالة هذه مع زيد الاقتراض من البنك الدولي وكذا، يعني خذاوا على النسبة هذا على حسب الاقتراض متاع الدولة، كل مرة تقترض تقترض تقترض، يعني وصلت الحالة المزرية. نظرا للفساد الموجود فيها هاك تشوف يدير النيرمو شنو صاير والاتحاد شنو ناوي يعمل، خاطر علاش باش يغطي قضية السيد اللي اختلس واللي اثبتت عليه؟ دونك شنو نستنوا؟ ماله شعب جاع
شعب هكا ريت فيه كيفاش يناضل يناضل باش نجم يعيش، وتسمع في فلان وفلان 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 نتاع المؤسسات نتاع فلان، معناها وثائق تتجبد وبراهين ودا ادله معناها قاطعه، وفي الاخر ما يصير شيء. علاش علاش دونك بصراحه القوي لهنا تو باش يعيش ولي عايشين فما عباد فوق القانون في اكيد جدا اكيد جدا، واكثر ولو كان قبل كانت كعبه اثنين فوق القانون، تو بريسك شطر الشعب هو فوق القانون، والمؤسسات القطاعيه ولد كل قطاع ولا يضرب بونيتو، كتشوف لاسنتي كتشوف كل واحد يضرب على روحه، تو ولد همه جايه ولا عنف ولد فما ظاهره التنمر. شو معنى ظاهره التنمر؟ الشعب التونسي ولا يصير معنف، ديرنيير مو مريتش القضيه اللي صارت في البواطه اللي صارت وكيفاش مات، كلها لهنا تتلم، نورمالمون راه فما مسؤولين وفما مراقبين، انت كبودي جارد ولا جو سي با، انت راك باش تحمي الكليون الداخل، حتى ولو يغلط، ما تصرفش التصرف هذاك، ما عادش فما ثقافه، ما عادش فما قرايه، ما عادش فما وعي، ولا فما تهمج، الله غالب، الثقافه عندها دور. الحل الوحيد ولا ثانية له هو استرجاع ثرواتنا، وقت اللي نكتسبوا سيادتنا على ثرواتنا تنوليو دولة محترمة ودولة تنهض، كي نرجع ثرواتنا من بترول وغاز وملح وفوسفات وحتى من اليورانيوم وحتى ما الزئبق الموجود وما زال تكتشف برشا أسرار، تنوليو دولة تحترم محترمة وننهض باقتصادنا ونوليو دولة لاباس علينا. احنا 4 كعبات وعطانا ربي خيرات ما شاء الله، ثم فقر متاع الجوع وثم فقر الذهني وثم يعني متصنفة عداد راهم تاع الفقر. أنواع الفقر الكل موجودة اليوم في تونس؟ مش أنواع، الرذالة أكثر من الفقر، فهمني عايش بنتي. لا ميزير، سيني با لا ميزير دو بوش، سي لا ميزير ديسبري. لا ميزير ديسبري هذه موجودة توا. يا اخي فهمش ولا هالاحزاب اللي موجوده تو ما نجمش يعمل فهمش ولا النقد الذاتي نتاعو 10 سنين اش عملت شفت البلاد هك خربتها. امشي على روحك. حكومه جديده تخاف ربي وتحكم الضمير وتعمل تنميه في البلاد وبشوي بشوي نخفضوا قدر الاستطاع في المعيشه باش الناس تعيش، العمل الخدمه والبقاء على ربي.